يا أهل السنة عصمتكم من الضلال عقيدتكم، عقيدتكم هي حياتكم. واليوم إلا من رحم الله وقليل ما هم من يتحرى ويبتعد عن هذه المعازف. الآن أي بيت تدخله من بيوت المسلمين إلا القليل منهم، فمن لا يسمع للغناء والطرب هو يتابع حصصا في التلفازة. هذا يقول لك أنا نشوف هذه تاع الحيوانات وغيرها، عالم الحيوان، لكن مصحوب بالموسيقى. يخلي أبناؤه يقول لك يشوفوا رسوم متحركة فيها آلات الطرب، يعني أي شيء. راح يشوف حصة دينية، جلسة مائدة مستديرة تبدأ بالموسيقى وتنتهي بالموسيقى. يعني ما كاش محل أين تجلس مجلسا لا تسمع فيه آلات الطرب. وللأسف الشديد هذه الآلات حتى وصلتنا للمساجد، تدخل تصلي بالموسيقى، وأعني هذه الهواتف، والإمام ينوضة. شو كاين الناس تقول له يذكر أو يديرها هكذا باش يغضب المصلين. الإمام يقول راح تدخل في تسوية الصفوف. هذه الأيامات ما يقولوش استووا اعتدلوا إلا القليل. علاش؟ يعني أك فرحان بلي راهم متبعدين، بالك تقول بالعكس. هناك من يقول تباعدوا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاربوا بين الصفوف، هو يقول لك تباعدوا. على الأقل قال هذه زمنا بها، ما تفرحش بها، أنت تجعلها داخلة في أمر الإمام المصلين بالتباعد. استووا اعتدلوا، أنت مأمور باش تأمرهم بالتسوية. استووا أو لم يستووا هذا ليس خاصا بك. قلت الإمام يدخل فيها أطفئوا الهواتف، طفئوا الهواتف ما يسمعش، أنت غير تكبر وتبدأ. هذه موسيقى، هذا كاين غناء أحيانا، قريب يجيبوا لنا تاع الافلام الهنديه وتبدا بالمزامير وانت تصلي. وزيد اشد من هذا، احنا رانا غير اشد من هذا، ما يتحركش هذا او خاشع ما شاء الله. موسيقى مقلبه المسجد، وخاصه الى الصف، صلى في الصف الاول وزيد في الصف الاول، يعني يستعمل حتى مكبرات الصوت باش يسمعوا الناس لبعاد، لا يتحرك عليه اعتقادا منه ان صلاته ستبطل وتفسد لو تحرك. أنا نقول لك غير فسد صلاتك حتى تترك الناس يصلون، لأن بهذا العمل راك تشوش على جميع الناس. الإمام بالدرجة الأولى لعله الصورة تروح له، راح يخطئ في صورة الفاتحة، وزيد المصلين أيضا، وراك راح تمرض بعض الناس اللي راح يشد غضب شديد. لكن مع تعود، كما بعض الإخوة تكلمنا مرة على القزع، في الأول كنا نستنكره، لكن الشر والمنكر يتعود عليه. في الأول بعض الناس ربما يغضب، قال شوف كيف الموسيقى منها، ومن بعد الآن تعودوا ولا تعادي الآن. بصح جيب طفل صغير يبكي، تشوف مسجد قاع يقوم وينكر ويصرخوا دير للدار، ما راناش في روضة أطفال، والموسيقى عادي. بكاء الطفل مباح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسمع بكاء الطفل يعجل في الصلاة حتى لا يتأثر الولد ولا تحزن الأم، هذا أمر شرعي ولو بكى. بصح الموسيقى ما كاش. حتى قال لهم واحد إمام من أئمة الحرم، قال ما كنا نتصور يوما أن تدخل الموسيقى إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولات في مكة والمدينة أنت تصلي وتسمع في الموسيقى وقاعد طفيه ما يطفيش على يخاف لو يتحرك راح تفسد صلاته. شوف يعني وين وصلنا. هذا كله داخل في استحلال المعازف، ولات مباحة. والإنسان الذي ينكر هذا متشدد. على بالك انقلبت الأمور، لما يبتعد الناس عن الأمور الشرعية يولي الإنسان المستقيم. هذه الغربة الحقيقية. بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، يصبح غريبا كما بدأ. الآن يجي ينكر هالأمور يوصف بأنه متشدد، متعنت، ربما إرهابي. وهذه اللي راهي تمشي الآن في المجتمعات الكافرة عند الكفار الآن. واحد كيفاش يعرفوه باللي إرهابي؟ ما يسمعش الغناء، ما يدخلش السينما، ما يصافحش النساء. هذا يحذر منه. لازم تولي مسلم متميع، مسلم تدير كل المنكرات، حتى الصلاة ما لازمش تصلي في الأماكن العامة، روح خبي روحك وكأنك راح تدير جريمة. المجرمون والفسقة والكفار يعملون منكرهم أمام العالم. هاو شوفوا مثلا في أمريكا يدير خطاب مسؤول ويقول لهم هاو زوجي ورائي، عادي. علاش باش يقتلوا هذا الأمر الذي يعيشه المسلمون؟ أمر غريب.
رجل يتزوج رجلا، يعني شيء تتقزز منه النفوس طبيعية، مش المسلمة فقط، للإنسان اللي عنده نفس وفطرة سليمة يتقزز، هو يقول لهم لا هذا زوجي ورائي ويحييهم. أما أنت تصلي ما جيش تصلي قدام الناس، تلوث لنا في البيئة وتغير شكل حياة المسلمين. إذن لو أننا مشينا على هذه الصورة راح يلحق وقت يعني نصبح أبعد الناس عن الدين وعن تمسك بشعائر الإسلام. هذا قلت من أجل المعازف. الآن وين تروح؟ تطلع في السيارة، تطلع مع واحد أنت سيارة أجرة يدير لك الأغنى، تقول له طفي يقول لك حبط ما شاء الله، جاي أنا طالع يعني نخلص بدراهمي ويدير لنا الموسيقى نسمعها ولا نحبط. وتوقع يعني حتى في الحافلات وغيره، تقول له طفي يقول لك ما طفيش، تروح للمطعم يدير لك أيضا، يدير لك شاشة قد الدنيا فيها كلش، فيها غناء فيها أفلام، وأنت تروح تنكر يقول لك خرج أنت وش بيك، الناس قاع محابين غير انت. يا انت انسان شاذ، يرجعك شاذ، ولينا شواذ في المجتمع، لازم يديرونا كاش غابه ولا كاش جبل روحوا نسكنوا فيه. نعم، قال هذه الامور التي اذا الناس يقعون فيها وهي امور محرمه استحلوها. سنرى بعد قليل ما هو هذا الاستحلال، فهو بين امرين كما يقول احلاهما مر، استحلال قلبي يكفر به. لو واحد يقول الخمر حلال يخرج من الملة، تقول علاه؟ لأن الله تعالى حرمها والرسول صلى الله عليه وسلم حرمها. أنت لما تقول حلال ماذا فعلت؟ كذبت الله ورسوله، وهذا نوع من أنواع الكفر، كفر التكذيب. لو يقول واحد النبي صلى الله عليه وسلم كذاب يكفر، لو تقول له قال الله تعالى يقولك ما كاش منها يكفر. إذن إذا استحل بقلبه سماع الغناء وشرب الخمر ولبس الحرير ويستحل الزنا، هذا خارج من ملة الإسلام، كافر كفرا أكبر. وأما الاستحلال الثاني وهو الاستحلال العملي، وهذا هو الواقع في أكثر المسلمين، يعرف من الخمر حرام ويشرب، يعرف من الموسيقى حرام ويسمع، وبعضهم يعني يتفلسف يقولك لا وما كاش نصوص صريحة، وقال ابن حزم وغيرها. هذا على الأقل لازم نناقشه، وسيأتي نقاشه في الوقت المناسب.